قانون الاستثمار الجديد والذي هو على وشك انتهاء مازال الحلقه الاخيره فقط باعتماد الكيفيه لمنع اذا هذا عقار ان شاء الله قضيه ايام قليله ان شاء الله تكون المساله اكتمله. اذا ممكن كذلك بالنسبه للاستثمار الخارجي بارتنريا مع الجزائريين ان شاء الله يكون عندهم دور لتعبير به ومنفعه الى ذلك المال هذا يعرف يحتاج الى يعني مش واحد يوظفه يحتاج الى المنافع الذي ان شاء الله نحرص جميعا بالخطوات العموميه لتهيئته وحتى تكون الامور تكمل بشفافيه وفي عمل جبار لتنفيذ الشاب واليوم ايا كان قادر يطلع على المنصه الرقميه بالنسبه اذا لما تم العمل به الى الشان يبقى فقط منح العقار، منح العقار نريده ان يكون بصفه شفافه.